المحاسب حسن طلب مدير عام التسويق بهيئة السكة الحديد، وتوجيها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على دخول وخروج الركاب من المحطات. تم بدء تنفيذ مشروع لتركيب بوابات إلكترونية بخمس محطات رئيسية. المحطات هي القاهرة، الجيزة، اسكندرية سيدي جابر، ومحطة دمنهور. الخمس محطات دولت هم ذات الكثافة العالية لتردد الركاب على المحطات، عبارة عن منفذ لدخول وخروج الركاب من خلال تذكرة أو من خلال اشتراك مدرج على كارت ذكي. يعني الراكب اللي من غير تذكرة مش هيعرف يعبر من البوابة، الباعة الجائلين اللي مش هيعرفوا يعبروا من البوابة. النهارده لحد دلوقتي خمس محطات زي ما قلت لحضرتك، خمس محطات الرئيسيه اللي هي القاهره والجيزه واسكندريه وسيدي جابر ودمنهور، ودي المرحله الاولى، وفي مرحله بعد كده تباعا سيتم تنفيذ ميكانه باقي المحطات فيها. طبعا هتقبل جميع انواع التذاكر المميكنه المستخرجه من اجهزه الكمبيوتر او عن طريق الحجز عن طريق الانترنت او من خلال موقع الموبايل ابلكيشن. احنا معانا مهندس مستديم من الشركه المنفذه موجود على طوال 24 ساعه لازاله اي عطل يحدث فجائي او كده. احنا بدانا زي ما قلت لحضرتك خمس محطات رئيسيه، وهو ديت اللي عليها حجم ركاب كتير. بعد كده سيتم تباعا تنفيذ المشروع في باقي المحطات. زي ما قلت لحضرتك ان الماكينه هتقبل التذاكر المدرج عليها كيو ار او باركود للعبور منها من خلالها، وجميع انواع التذاكر سيتم ميكنتها. يعني مش هينفع تذاكر مش مميكنه هيعبر من البواب، لازم تكون تذكره مميكنه مدرج عليها كيو ار للعبور من البواب، او اشتراك على كارت ذكي، الكارت الذكي برضو بيبقى مدرج عليه كيو ار، ومن خلال الكارت الذكي ممكن الراكب يعبر من البواب. الكمسارح يبقى موجود؟ لا ابدا، الكمسارح دوره حيوي وموجود سواء كانت البوابه موجوده او غير موجوده. هو طبعا هيبقى موجود لتواجد الركاب المخالفين، في ركاب هيبقوا جايين واردين من محطات اخرى معهمش تذاكر، سيتم تغريمهم عن طريق كمساري الباب اللي موجود هنا. وداخل القطار نفس القصه، ممنوع الدخول او خروج راكب من المحطه الا عبر البوابه الالكترونيه بعد انتهاء طبعا تنفيذ المشروع. احنا كل ده في مرحله الاختبار لبدايه التشغيل التجريبي، احنا ما بداناش لسه التشغيل الفعلي، كل دول مراحل اختبار للتشغيل التجريبي. طبعا منع دخول ركاب بدون تذاكر وبدون تحصيل الاجره سيعود على الهيئه بالنفع من خلال زياده الايرادات اللي ممكن تعود على الراكب ذاته بتحسين مستوى الخدمه المقدمه اليه.